اترمى دانيال في جوب الأسود مرتين، في المرة التانية اترمى في جوب جواه 7 أسود، وشعب بابل قصدوا إنهم يجوعوا الأسود علشان تفترس دانيال، لكن الله حافظ على دانيال جوه الجوب. وجه الملك بعد 7 أيام يبكي على دانيال علشان كان بيحبه جدا، وفرح لما لقاه حي، وسبح إله دانيال لأنه عظيم ومفيش إله غيره.